انا قلت لك تريد سرايه اجهز لك، بس انا اقول لك خاف يتازم الوضع عكسه. نعم تريد اجهز؟ لا اكثر يصير سيء. وليش اقول لك انا؟ بس مستوصل بيبنوه بحي الخضراء وقفوا من محافظة مين. مع ذلك اي وقت في الجيش مهدي ادز لك. سيدنا انصارك ما مقصرين هناك. بعد تريد ادز لك. لا سيدنا ما بيد باسمك. مولانا. انا ليش اقول لك؟ من تضطر قل لي. مولانا من وحدي ما اخاف اضره. احنا محتاجين بس مؤونة وسلاح. جيش جيش الحمد لله عدنا. ليش ما الحين يعني ادخل سريه بالجيش وصارت هم اللقطه يعني جيش عراقي وادزه ايش جيش عراقي هو صحيح جيش العراق عن طريق الجيش العراقي هذا هو وزير الداخليه على فلوس بتعاون يعني شو يسوي لما وزير دفاع وزير الداخليه شو عندكم اتصال شلون ما حكينا ما ادري شو شوف خبر بلا هذا الحظر لسريتي شو اسمه تحقوهم بالجيش ودزوهم لهنا سيدنا العفو لفترة معينة يعني الآن إذا الوضع يبطلون من الجيش سيدنا العفو الحل الأمثل هو هذا لأنه يعني تأخذ صفة رسمية هو سيدي خلي قبلوا إيه داي قبلوا خلي قبلوا سريتين ثلاثة وكيف يعني إذا سرية 50-150 أصبر كافي كافي كنا في الجيش يخزوهم سلاح خفيف ومتوسط وروحوا مدة 3 شهور سألت أفرض وبعدين يرجعون إلى الجيش نحن وياهم لا أتوا تدخلوا ما لكم علاقة أبقوا بس يساعدوه بالأمور الاجتماعية بالمعنى تحاول يسوي شبكة استخباراتية سيدنا شقد يطول هالعملية إن شاء الله الله يسهل سيدنا شقد ما يطول هم قاعدة أبقوا في دهنا ويانا حتى هم إذا شو اسمه ما يسوي قابل 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 الان فورا يعني نعم روح هذا الشغل وخذ اثنين ثلاثه وياك وروح ويا حتى شو اسمه قوم شيخ يلا بعد استحمال شو نحكي بقى كمل شغلاتكم